بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أولا، قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عنهما وأرضاهما، اللهم أمين، في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: دخل علي رسول الله فعرفت في وجهه شيء، ثم توضأ ولم يكلم أحد، ثم خرج وصعد على المنبر وقعد على المنبر، فقال مخاطبا الناس، قال: يا أيها الناس، إن الله يأمركم، أو إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم حضراتكم، وقبل أن ندخل في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي فيه رحمة الله عز وجل، وفضل الله عز وجل، ومغفرة الله عز وجل، يوصينا ويأمرنا الله عز وجل، قبل أن يوصينا يأمرنا المولى عز وجل تبليغا من عن برسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم، يا أيها الناس، أن الله يقول لكم، ربنا بيقول لنا إيه؟ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أستنصروني فلا إيه؟ فلا أنصر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دلوقتي، هي دي بس الحته اللي انا هشتغل عليها. ليه؟ لان كثير منا يصوم ويتعب نفسه ويسهر الليالي، ولكن هو كما كان قبل رمضان والعياذ بالله. ايه هو اللي ربنا ما بيحبوش؟ ان الانسان النمام، الست النمام اللي تقعد تتكلم دودو 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 دو، وهي مش صايمه عن جوزها، صايمة عن طعامها، وصايمة عن كل الحلال، ولكن حاجة صغنونة هي في نظرنا كده صغيرة، ولكن هي مصيبة سودة والعياذ بالله على أي إنسان في خصلته دي، إن هو نمام ينم في الناس. دي قالت، ده إنسان مش كويس وهو صايم. طب إزاي أنت صايم؟ وإزاي أنت يعني سمحت لنفسك وجوارحك واعصابك وقلبك ان هو ايه كده؟ لا، احنا قلنا قبل كده في اول رجب التخليه، لكن لما اجي انا اخلي يعني اطلع الذنوب واطلع الحاجه اللي ربنا ما يحبهاش من قلبي، واجي في رمضان هي فلان هو وفلانه هي، يبقى كده حرام قوي. فعشان كده ايه اهماني هذا الحديث ده خطير جدا وعظيم جدا. ليه؟ لان اكتريتنا وإلا من رحم ربي عز وجل. واحد يجيب في سيرة الناس، يجيب في سيرة زميله، أو ده يجيب مش عارف إيه، وده بيخطط لإيه، وده بيعمل لإيه. فهنا ربنا هو اللي بيقول عز وجل: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف. متى ما تتكلم، ما تأمر بالمعروف، قول كلمة حلوة. إيه حالك مع ربنا النهارده؟ زي ما النبي كان بيسأل سيدنا اللي احنا قلنا عليه قبل كده، احد الصحابة بيقول له: كيف اصبحت يا حارثة؟ قال: اصبحت. فانت قابل صاحبك، قول له: عامل ايه النهاردة مع ربنا؟ بدل ما تقول له: ازاي كنت عامل ايه، قول له: عامل ايه مع ربنا النهاردة؟ ازاي صلاتك؟ ايه اظن صيام النهاردة كان جميل، والنهاردة ان شاء الله انا هروح اصلي في المسجد الفلاني، او هروح اقيم الخيام في الحته الفلانيه. ونبقى نتعاون مع بعض، وتعاونوا على البر والتقوى.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. كلمة طيبة، كلمة طيبة. أنا هغلب، أنا يعني صعب يعني نقول كلمة طيبة. واحد بيحب واحد زميله وهو بيحبه بس مكسوف يقوله، فواحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أنا بحب فلان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنتم؟ أعلنتم؟ قلت له، قال لا يا رسول الله، قال قل له، قل له أنا بحبك في الله. فأنت ليه ما تقولش لصاحبتك والله أنا بحبك في الله؟ ولما تحضري درس كده في غيبة ونميمة، ها، وأنت بتحب صاحبتك دي أو بتحب أختك دي أو بتحب أمك دي أو بتحب جارتك دي أو أنت بتحب زميلك وهو بيتكلم في الكلام ده، لو أنت ما قلتلوش كده ما أنت هتتحاسب زي ما أنت بتسمع له. طب أنت إيه يعني بتسمع؟ يبقى أنت زي وسمعونا له. طب هو بنسمع ليه بقى؟ لا، يا إما سيب المجلس ده وهو هيعرف بعد كده، يا إما أقول له خلي بالك ده أنت صايم، ده أنت صايم. والأمر بالمعروف في الصيام وغير الصيام خطير جدا. مروا بالمعروف قبل أن إيه؟ قبل أن مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا. هترفع رجلك إيدك وتقول إيه؟ يا رب ده يا عم فلان ده أنا بدعو ربنا وما فيش إجابة. وانت ايش وراك اللي ما اجابكش؟ مش وراك، ما شوف انت، بص لنفسك، بص لذنوبك، بص لسيئاتك، انت لسه ما خليتش قلبك، لسه ما نضفش قلبك لسه. طب وبعدين هيعدي رمضان، يبص رمضان الشهر الاولين من رمضان وبعد كده هتنام، عملت ايه ولا حاجه؟ يا فرحتي ان انا فرحان برمضان، ايوه انا هفرح برمضان. طب وبعدين؟ الحديث سهل وباين، مروا بالمعروف قبل ان أمر بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم. أنا في حاجة إن ربنا يديني، أنا في حاجة إن ربنا يديني رمضان وأدعوه وأقول له يا رب ولادي، يا رب زوجتي، يا رب أو أعمامي، يا رب خالاتي اللي ماتوا، يا رب أهلي وأجدادي، أنا هدعو لمين؟ ما أنا لازم كده أعمل كده. أمر بالمعروف قبل أن إيه؟ أمر بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم وتسألوني. أنا بكرر ليه؟ لأن الحديث ده خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.